And slowly, you come to realize it's all as it should be. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دارك راي كيو 8 والمركز الثالث اللي وصل الفيديو اللي شفتوه بالنهائي. بو مريم من البحرين، يا هلا يا مرحبا. هلا بيك. هلا بيك. اول شيء قول اللي بخاطرك. نشكر الشباب كلهم، استانسنا وديك بروفايل تور ليست. اعكسهم عشان نشوفهم. تور ليست العب 4 ستاندر و3 2 جلايسا باد لاين، العب تابو كوكو ميوتو وميو. ليش مو 2 ميو اي اكس؟ ميوتو ايرلي جيم واجد مهم، اول دور يسوي واجد برشر على البوز وول، على اي ويكنس سايكيك مثل اسبيون اذا صار ايفولف اول دور. واثنين تابو ليله، الثالث تحتاجه بس تحتاج واجد قطع يعني سبيسنج. ممتاز. هذه البوكيمون. السبورتات العب ستاندر 3 بريجيت وواحد ساكامور واحد سينثيا 3 ان 4 جوزما مالو اشيرونا. كنت العب 2 سينثيا 3 ان واجد افضل على اساس يعني على اساس الهاكس الى الخصم. العب واحد بلالستي ما تحتاج اثنين، واحد كفايه خصوصا في المتل الجليل الفايتنج واجد قوي، واحد بس ما تحتاج اثنين. الايتمات 4 بول ستاندر. العب ايفو سودا تايمر بول. تايمر بول تخون فيك، خلها 2 ايفو سودا افضل، او تشيل تايمر بول تحط لك تابو ليلي مكانه ممكن. مثلا بس الايفو سودا افضل. تقدر تسوي السيت اب بسرعه. ثاني دور يطلع بعد الان بعد الساكامور لما تسوي بريجيت يطلعون التطور الثاني واجد مهم. انا افضل 2. العب 4 بازل 3 فيلد بلور واجد مهم. تلعب 3 مو بس الى الجاربادور، عندك بعد الفلوت ستون للجوزما والتشويس مان، واحد ماكس بوشن واحد هامر وواحد ريسكيو ستريتشر وواحد كاونتر كاتشر واجد مهم. شلون الكاونتر كاتشر معاك؟ فادني ضد جليسيون ابيليتي لوك، ترجع جليسيون ورا لما ياخذ عليك برايسات وتسوي تريدات مالك وتجيب الناك اوت اللي بغيته. والريسكيو ستريتشر ما فارتني واجد، اقدر ابدله باي شيء ثاني. هذه بالنهايه انت عندك بازل يحل محل الاستريتشر. حل صح. العب تولز 2 1 فلوت ستون 2 تشويس باند. 2 تشويس باند شوفها كفايه ولا تبي اكثر؟ مو كفايه بس ما في مكان، يمكن اشيل الريسكيو ستريتشر احط التشويس باند، لان التشويس باند مهم احطه على الميوتو. ميوتو يا الدي سي يسوي برشر على الباز وول و الفايتنج باز وول تسوي الثانيه في المثل. الانرجي ستاندر اللي هو 3 جراس 4 دي سي. تمام، يعطيك العافيه ابو مريم. ولو مو تايم على قولتهم يذبح يذبح، لكن هذه اللعبه شو تسوي بعد. جزاكم الله خير على اياتكم يا اهل البحرين، نورتونا وانستونا وشرفتونا. ودارك راي كويت، السلام عليكم ورحمه الله. زين الكويتيين يعلكم الماح ان شاء الله.